كان افتتاح المدارس والمعاهد من أهم ما عني به المليك المؤسس عبد العزيز، إيمانا منه بأن التعليم هو سبيلنا لبناء أجيالنا. اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، خلق الإنسان من علق. هكذا كان الحال في الماضي فيما يعرف باسم الكتاتيب، وقبل النهضة التعليمية الحديثة التي نعيشها في وقتنا الحاضر. فعندما دخل عبد العزيز رحمه الله إلى مكة المكرمة في سنة 1925 لم يجد إلا القليل الأقل من المدارس بمعناها المعاصر، وفي ذاك الوقت واستشعارا بأهمية التعليم وقلة المؤسسات الموجودة اجتمع بالعلماء وتكلم معهم حديث القلب إلى القلب، وكان حديثه مباشرا ألا بد من الاهتمام بالتعليم. ومن تلك التوجيهات الأولى انطلقت الأمة.